اصلا خلاص. قولي بقى ايه قصة المكان هنا؟ ساي ادرينالين بارك دي فتحت في 2011، كان اللي هي متخصصة في البين بول شوية، حرب الألوان حرب المسدسات ألوان وكده. احنا ما بدأناش بنفس السيت اب بتاع المكان دلوقتي، الأول كان عندنا ملعبين، دلوقتي بقى عندنا 3 ملاعب. تمام، كل ملعب بيبقى ليه ميشن مختلفة. بنخش بنتقسم 2 تيمز، بنستلم اللبس من على الريسبشن، بعد كده بنسمع الانستراكشن بتاعت اللعبة. تمام، بعد كده بنستلم المسدس، نستلم الماسك، في حكم بيبقى معانا من على الريسبشن بيبتدي يتحرك معانا بيعرفنا على كل حاجة في المكان. الـ3 ملاعب بـ3 ألعاب ولسه معانا مثلا عايزين نكمل نلعب تاني، لا ممكن نخش اي ملعب تاني ونغير فيه الميشن. طب الاسعار يا محمد؟ الاسعار عندنا، احنا عندنا 2 باكج دلوقتي، باكج 250 ده النورمال جان بيبقى معاه 100 طلقة. تمام، ده هو السلاح العادي، ده العادي. في بقى السبيشال جان بيبقى احسن شوية من النورمال. تمام، بيبقى ب400 جنيه، معاه 300 طلقة، ده بيبقى احسن شوية. يعني مثلا لو حد بيستهلك طلق كتير او ان هو بيضرب طلق كتير. يعني السبيشال جان فيه ايه تاني مختلف؟ مختلف ان هو مثلا النورمال جان بيبقى مثلا المسدس بيبقى فيه التانك بتاع الهواء المسؤول عن ان هو يخرج الطلقه من المسدس. السبيشال بيبقى مثلا بنلبس فيست سبيشال كده، بيتوصل التانك بيتوصل بخرطوم في الظهر، فالوزن بيبقى متوزع ما بين ايدك، ما بين انت بتبقى ماسك المسدس ولو ان انت بتبقى التانك متعلق في ظهرك. تمام، طبعا الرينج بتاعه بيبقى ابعد، الرينج الطلقه بتبقى ابعد بتاعته. تمام، يلا بينا نسوي. يلا بينا. النشان دي يا جماعه حلو قوي. بعد ما بنستلم اللبس، اي جروب بيستلم اللبس بيجي هنا، الحكم بيجيبه هنا، بيجي مكان البريفنج عشان يسمع الانستراكشن بتاعت اللعبه اللي هي عباره عن ايه، اللي هو مثلا السيفتي بتاع اول سيفتي اللي هو بتاع الماسك. الماسك ده جوه الملعب ما ينفعش ان انا ارفعه عن وشي لاي سبب من الاسباب، سواء كان مفيش طلقه تيجي في عيني او في وشي. حتى لو مش قادر اخد نفسي بعمل ايه، ممكن اطلع اجري بره الملعب اخد نفسي، بعد كده اخش اكمل لعبه عادي جدا. لو انا مش عارف اخرج انادي على الحكم اللي معايا يخرجني بره، بعد كده اخش اكمل لعب. بنستلم المسدس اللي هو السبيشال جان، السبيشال جان بيبقى فيه زرار سيفتي، لو انا دوست عليه كده بيبقى المسدس بتاعي مقفول، لو ما يطلعش طلقات. لو دوست عليه من ناحيه اليمين، من الناحيه الثانيه بيبقى مكتوب بوش فاير كده، بيبتدي يشتغل من هنا. طيب ايه خطوره الطلقه يعني؟ بص، هي خطوره الطلقه ملهاش خطوره، اللي هي على الجسم طول ما احنا بنلعب، عشان احنا ما بنضربش بعد من قريب. لو ضربنا بعد من مسافه قريبة دي بتوجع. تمام، يلا نجرب الجن ده. يلا بينا. قولي بقى المكان هنا المهمة بتاعته ايه؟ بس هو اول ملعب ده اسمه ذا ستريت سيتي، مدينة مدمرة. تمام، بنلعب فيه اليمينيشن او الابادة، فريق بيحاول يخلص على الفريق اللي قدامه في خلال الوقت بتاع الملعب اللي هو مثلا بتبقى 7 دقايق. هنا اللي بياخد شوت في اي حتة في جسمه، طلقه واحده في اي حته في جسمه، بيطلع بره، بيحط ايده على راسه، بيمشي من جنب الشبك، بيقول ايام اوت صوت عالي، وبيعرف مين بقى ان هو اتضرب. طلقه بيحس بيها وبتعمل عليه لون في المكان. طلقه عباره عن ايه؟ طلقه عباره عن، هي طلقه مدوره كده بلاستيك بيبقى جواها لون، لما بتخبط في حد بتفرقع وبتطلع اللون ده على الهدوم. الحاجات دي بتوجع؟ لا، هو عامه يعني من بعيد، لا من بعيد المسافات اللي احنا متفقين عليها قبل ما نلعب. لا، هو في فيست كمان وفي حاجات بقى، اظن هيبقى صعب اساسا انها توجع. لا، من بعيد. لا، من بعيد. ده الملعب الثاني بنلعب فيه ميشن اسمها كابتشر ذا فلاج. تمام، نمسك العلم. مهمة كل فريق فينا ان هو بيجيب العلم بتاعه وبيرجع بيه البيت اللي بدأ منه. انت لما بتجيبه البيت وترجع بيه كده انت كسبت، بس بتجيبه اهم حاجة من غير ما تتضرب. فهمت يعني؟ لازم. لا، ده بيتي مثلا، لو الفريق التاني لازم ياخد العلم من كده. كل واحد هنا ليه علم بيرجعه البيت اللي بدأ منه. لو الفريق التاني ضربه وهو مع العلم بيسيبه مكانه. تمام، وبيخرج بره. في كوبري هنا وكوبري هناك على اليمين اهو، في كوبري الناحية التانية بنستخدمهم عشان نجيب منهم العلم. حلو قوي الموضوع يا جماعة، بجد كأننا في حرب بجد. أوه.
بس ده الملعب الثالث بنلعب فيه دومينيشن. تمام. هنا المفروض فيه 3 تبات، كل تب عليها علم لكل فريق، علم للجرين وعلم للبلاك. كل فريق بيبدا من مكان معين، المفروض ان هو بيحتل، يحتل تبتين من اصل 3 او يحتل الثلاثه. بيعمل ايه عشان يحتلها؟ بروح اشيل علم الجرين ارميه على الارض واخلي علمي هو اللي مرفوع بس، زي فكره الاحتلال. احتلال. مثلا لو في فريق بره ما احتلش، عايز يخش يحتل المكان بتاعي، بيخش لازم يضربني عشان يطلعني منها. تمام. ويخش ايه، يرفع علمه هو وينزل العلم بتاعي انا. دي عايزه عدد قد ايه؟ عدد ممكن 15 20. الملعب ده اصلا مساحته كبيره جدا، بيشيل لحد 60 فرد. الالعاب الثانيه اقل عدد ناس ممكن تدخل لعبه؟ ممكن فردين عادي، بس عشان ننبسط في الجيم دي لازم العدد يكون كبير. هو العدد لو كبير هيبين بجد فعلا ان احنا في حرب كده. احنا خلصنا يوم طويل متعب بس بجد مسلي جدا، وانا مبسوطه ان اهم حاجه هنا مهتمين بيها هي سيفتي بتاعت المكان، عشان ما يحصلش اي اصابات وفي الاخر نطلع بخروجه وننبسط. استسلم.